مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ما ابدا عايزك تنزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل مواقع التواصل بتاعتي. عايزك تفتكر انها مجرد همسات. الغريب في الارض قصة حقيقية في اصعب ايام الازمات. بعض الكلمات للي عايز او يعتاد على لغة الألم والإهات والصمت ووجع الجوع بالذات. هنا مش هقول من شوية ولا من دقايق أو من ساعات، اللي هقوله لك هنا وهسرده هنا اعتدنا عليه من أيام تسجيلات تاريخ الولادة وعلى دفاتر الولادات. كنت راجع لبيتي تعبان من كتر الكلام، ده بيتكلم وده بيقول ده عمل وده بيقول دول عملوا، وقصص وروايات عن مساجد، المقاهي، الكنائس، حكايات الفقراء، حكايات عن الأغنياء، حقد، حسد، غيرة، نميمة، كله بعضه على بعض، كله بيحسد بعضه، كله بيتكلم عن بعضه من نعم وخيرات. أنا في الطريق سمعت أصوات، سمعت صوت بينادي باسمي وعمال يكرره. هنا أنا وقفت عشان أعرف مين اللي بينادي وإيه الهاتف التقيل دوت اللي أيقظ الأموات. قربت من عمود النور ووقفت، لقيت بعض الأصدقاء الغرباء ولقيت بعض الناس الأصدقاء، فقلت لهم يا من اجتمعتم من حولي الصديق والغريب والأموات، ما نحن فيه من حرب أذنت من فوق 7 سماوات، وعلى أرضه وبين الناس وعباده لقلة البركة والقناعة في الأنفس والخوف من الأيام الأمارة بالسوء، تقول هات وهات، هل من مزيد؟ ما بتشبعش ولا بتشكر نعم الله ولا بتقول الحمد لله. وقلت الصدقة ووقفت الزكاة وكتر المطففين بين الناس من مداخل شر البقاع، تعمت القلوب اللي في الصدور والأبصار ما بتشوفش غير جمع المال، كنوز 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 بمختلف العملات، والحرام بقى حلال، والربا قانون الأسواق والأزمات. هنا أذنت الحرب من 7 سماوات وفات الأوان، فات الأوان، خلص، مفيش وقت تاني. حتى اللي أنا اتكلمت لكم قبل كده في حلقات سابقة قلت لكم ان الامر هيبدأ قريب وهتكتر المسرحيات حوالين تلك الاوهام. من اكتر من 20 سنة لدلوقتي حاولنا ايقاظ العقول ان هم جايين، مكنتش او مكناش بنقصد وقتها كذبة الفضائيين بل شياطين الجن والانس، فقالوا لنا وانتوا ايه اللي عرفكم وانت ايه دليلك وايه مصدرك؟ فقلت لهم ولسه بقول، ازاي ممكن العين المطفية انها تشوف النور؟ ازاي العين المطفية تشوف النور؟ الدليل والبرهان كان بيتعرض قدام عينيكم، وقلت لكم ان الحدث الاكبر التالي هيكون في تماثل الرقمين، ولحد النهاردة لسه بتكذبوني، لحد النهاردة لسه بتنكروني. لما بيغرق الناس بوابل من الصراعات الاقتصادية والحربية والغذائية بيبقوا مش قادرين ان هم يفكروا صح، او بيتطلعوا او ان هم يتطلعوا الى اي اشارة للخلاص، وهنا تبدأ تنفيذ مسرحية المخلوقات الفضائية في الربع الرابع من سنة 24.
وهيتم أعوام من التحضير والمحاكاة وصولا للهدف المنشود، وهو تغيير الخالق العظيم باسم الفضائيين، زي ما غيروا شكل الأرض والسماء باسم الكرة والفضاء. حد النهاردة لسه البسطاء بيصدقوا الأوهام وبيسقفوا لها كمان. في السنة اللي جت بعد سنة تماثل الرقمين بدأت وكالات الأخبار تنشر تقارير مكثفة حوالين رصد مركبات وكائنات فضائية، صح؟ كل ده تضليل وتدليس وتنفيذ خطة. الحقيقة هي الأطباق الطائرة اللي بعد ما انكشف أمرها حبوا يلزقوها بكذبة الفضائيين لتدليس الواقع والتحضير للي جاي، بعد ما قدروا ان هما يقنعوا العالم ان احنا عايشين في فقاعة بتطفو، بقى من السهل اقناعهم بوجود مكلفين من غير الانس والجن. وبعد خداعهم ان هم اخترقوا السماء التي ما لها من فروج، بقى من السهل اقناعهم بغزو الفضائيين للارض بدون سينما ولا عروض. المصفوفة اللي بتحكم العالم بتسع أرقام، تسع أرقام مصفوفة متكاملة، بمجرد ان ينهار واحد فيها بيسقط الباقي وراها. عشان كده كل فترة بيطلع لينا خبر بيقول في كويكب او نيزك ممكن يضرب الأرض، والبسطاء بكل لهفة مستنيين ان هم يبعتوا التلسكوبات الكرتونية عبر العقول للتأثير على العقل الباطن، عشان تحس انك واحد من مليارات الحضارات في اوهام المجرات، فتترسخ فكرة الصدفة والنكران بفعل التحقير للأرض العظيمة وإبدال السماء بالفضاء. راجع فارس الظلام هتعرف هو موجود ليه. كل ده عشان إبقاء مخطط الفراغ والعشوائية قائم ومتجدد. مهما حاولت إيقاظ الغافلين مش هتقدر تقنعهم إنهم كانوا مخدوعين، فهم أمنوا واتبعوا الصور الحاسوبية ديت، فما بالك بفتنة الأعور الدجال المرئية. تعتقدش ان الرحلة كانت صدفة وان الظهور كان صدفة؟ كل حاجة لها وقت وأوان، وكل شخص له دور في المصفوفة. يمكن فارس الظلام ده وقته، رغم ان هو مش هيقدر يغير الكون، بس بيفتح عيونك على الحقائق. لازم صديقي تشوف ما بين السطور، ولازم تتبع سير الاولين. ودايما عايزك تفتكر حاجة مهمة جدا، انها شوية همسات من الجن. شكرا ليكم، مع السلامة.